في نشرة الأخبار القادمة على شاشة التلفزيون العربي نتناول آخر التطورات الميدانية والسياسية للحرب الروسية على أوكرانيا، كما نتطرق إلى الأوضاع في الضفة الغربية على وقع اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين، ومن باكستان نتابع ملف حجب البرلمان ثقته عن حكومة عمران خان. تابعونا مباشرة على شاشة التلفزيون العربي، سأكون معكم أنا ماجد الزيارة الساعة 7 بتوقيت القدس، 8 بتوقيت الدوحة، 5 بتوقيت غرينتش، أو عبر البث المباشر على يوتيوب.